بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا ومرحبا بكم ابنائي طلبه وطلبات الصف الثاني الاعدادي. ان شاء الله نكمل مع بعض حل الوحده الثالثه. هناخد بقى اون بيج 170 صفحه 170. هناخد السؤال الاول. A doctor's work is really. عمل الطبيب حقا. They fight diseases in hospital to help patients. زي ما هم بيعملوا بيحاربوا الامراض الأمراض الموجودة في المستشفيات ويساعدوا المرضى. هو هيرويك بعمل بطولي ولا ديرتي ولا أقلي قذر ولا أقلي قبيح ولا إيزي سهل؟ طبعا هو هيرويك. يبقى دكتورز ورك إز ريلي هيرويك، زي فايت ديزيزز إن هوسبيتالز تو هيل بيشنتس. نمبر 2، ذا ستريتس وود بي تريبل وزود. الشوارع هتبقى تريبل فظيعة جدا. من غير مين؟ من غير رابش كولكتورز. رابش كولكتورز اللي هم جميع القمامة، من غير فارمرز، من غير ترينرز، مدربين، مانجرز، المديرين. طبعا اهم ناس في الشارع اللي من غيرهم الشارع يبقى تريبل، اللي هم رابش كولكتورز. طبعا نرفع لهم القبعة ونحترمهم احتراما شديدا، لانهم هم بيجعلهم the environment is clean. نور الشربيني won the world squash in 2020. يبقى واحد اسمه نور الشربيني لاعبة رياضية كسبت كاس العالم سكواش شامبيونشيب في سنة 2020. My sister will join the faculty of. هتلتحق بكلية ايه بقى؟ ما انا لحد دلوقتي ما اعرفش. ميديسن، صيدلة، ولا انجينيرنج الهندسة، ولا نيرسنج التمريض، ولا ارتس الاداب. She wants to help doctors، تساعد الدكاترة. يبقى نيرسنج عشان تبقى ممرضة. من هم helps us to keep our city clean، بيساعدونا في نظافة المدينة بتاعتنا. هل هم firefighters رجال اطفاء، هل هم vets البطاريين، computer programmers مبرمجين الكمبيوتر، ولا street cleaners؟ دول طبعا street cleaners لهم منا كل الاحترام والتقدير، لهم عاملين نظافة في الشوارع. My brother worked when he was young، عامل عندما كان صغيرا to not for his studies to. كان في الكلية في الجامعة وكان بيشتغل بجد جدا وهو صغير عشان دراي يجفف، ولا بي يدفع for his studies لدراسته، ولا ميك ولا دروب طبعا عشان يدفع ثمن دراسته، ودي موجودة عندك في كتاب في المنهج. She always tells me that. هي دايما تقول لي ان is very important. ايه المهم؟ infection العدوى مهمة، ولا education التعليم مهم، ولا pollution التلوث، ولا smoking التدخين؟ طبعا education is very important. Did you used to be، هل اعتدت ان to be the نقط of the football team؟ ايه اللي وقف football team؟ scientist عالم، ولا writer كاتب، ولا captain الكابتن الفريق، ولا cleaner المنظف؟ طبعا الكابتن الفريق. The topic should، الموضوع يجب ان يكون. The main idea، مشتمل جميع الأفكار of the paragraph، في الباراجراف، على اعتدت الباراجراف، ولازم الموضوع يبقى مشتمل كامل. هل هو كلين نظيف، ولا اند ينتهي، ولا هايد يخفي، ولا انكلود يشتمل على أو يتضمن. Some words not me like to and to when I hear them. لما بسمع to وto بيحصل لي حاجة من الconfused. ببقى أني confused. يبقى some words confuse me، يعني بتوترني أو بتخليني أتلخبط بين الاثنين، بين to and to، بين بعض الكلمات زي write مثلا، write يكتب ورايت يمين، دي بتعمل لنا confused. تامر نقط me to his parents، يعني قدمني لباباه ومامته لوالدي during his birthday party. agreed me، ولا introduced me، ولا managed me، ولا kept me؟ طبعا introduced me to his parents. I went to the museum، ذهبت إلى المتحف. and I saw many إيه اللي ممكن أشوفه في المتحف؟ emails، ولا statues تماثيل، ولا villas villas، ولا selfies صور سيلفي. وطبعا هي statues اللي التماثيل أقدر أشوفها في المتحف. نكمل أسئلة on page 171. من هو means very brave or great، شجاع أو عظيم؟ هل هو scared الخائف، ولا heroic بطولي، ولا بريود قصدي براود فخور، ولا نكلير؟ طبعا معناها very brave or great هو heroic اللي هو الشخص البطولي.
مين هو is a person whose job is to organize people to company in company or business. هو اللي بينظم العمل في الشركة أو المصنع أو المدرسة. هل هو الفاير فايتر ولا الأوفيسر ولا الهيرو ولا المانجر؟ طبعا المدير، المانجر هو اللي بينظم العمل. I don't understand. أنا لا أفهم. So can you tell me the question in not words. أنا مش فاهم أنت بتقول إيه، بس ممكن تقولها بكلمات أخرى. عندي words جامعة. طالما words جامعة يبقى لازم أجيب other ولا another. another بيجي بعدها اسم مفرد، أما other بيجي بعدها أسماء جامعة، يبقى هي other هي الصح عشان جي بعدها words جامعة. Please give me a for making such a mistake. اديني سبب. وعندي فور. ايه اللي بيجي مع فور؟ reason ولا cause ولا invention ولا present؟ طبعا reason for معناها سبب لي، هي اللي بيجي معها فور هي كلمة reason. بعد كده معنا general exercises about unit 3 lesson 5 and 6. طبعا سؤال اول سؤال استماع. listen and choose the correct answer. نقرأ الاول اسئلة. محمد is a doctor ولا scientist ولا nurse ولا surgeon. He works in a big clinic. عيادة ولا hospital، مستشفى ولا charity ولا lab. charity طبعا جمعية خيرية، lab اللي هو معمل. When did many people become ill؟ لما الناس كتير، لما الناس يجي لها مرض ايه اللي بيحصل؟ ان كان الميعاد كان امتى؟ 2010 اللي هو 2010 2006 2011 2020. طبعا ده موجود في الاستماع. does he help all people a lot؟ yes he does ولا no he doesn't. هنشوف اللي نقرأ بقى الايه الاستماع. الاستماع بيقول محمد is a clever doctor. he works in a big hospital. يبقى محمد is a clever doctor. he works in a big hospital. he is kind and helpful. he always helps ill people a lot in 2020. طبعا ساعد الناس كتير قوي 2020. many people become عندما كان الناس become ill. يبقى does he help ill people a lot؟ طبعا yes he does، ساعدهم كتير جدا، ودي احنا شفناها في سنة 2020. سؤال بعد كده، سؤال الديالوج. عندنا ديالوج complete the following ديالوج. فيرنا asks هالة about who can be a hero. مين اللي ممكن يبقى a hero، اللي هو يعني hero يعني البطل. who do you think can be a hero؟ مين تعتقدي انه هو يبقى a hero؟ قالت I think rubbish collectors can be heroes. يبقى جامع القمامة هم اللي المفروض يبقوا هيروز، أبطال. قال له سوري، قالت له سوري I don't understand. طبعا دي موجودة عندنا، لو حد يقول لك مثلا سوري I don't understand، هتقول له أنا أعني إن هم يبقى نقط زي do something very useful، هم بيعملوا أشياء مفيدة. the city would be terrible، المدينة هتبقى terrible فظيعة without them، بدونهم. do you agree with me؟ هتا إيه متفقة معي؟ يبقى هنا هتقول لها I mean، يعني أنا أعتقد. I mean أو أنا أعني إن they do something very useful. do you agree with me؟ قلت لها yes. طالما قلت لها yes يبقى عندنا هنا، خلي بالك عندنا 2 و 3، يعني عندنا جملة وعندنا سؤال، عشان لا تفتكرش إن هم نقطة واحدة، نقطتين، هنا جملة وهنا سؤال. يبقى yes I agree with you. I agree with you. وبعد كده عايز سؤال، سألت سؤال قالت لها I think street cleaner are also important. يبقى ممكن مين كمان تعتقد؟ مين كمان يبقى كده؟ يبقى who do you think تعتقد مين كمان؟ who do you think can be a hero؟ يبقى who، خلصنا الجملة الأولانية. who do you think، من أيضا الذي تعتقدين can be a hero، مين كمان تعتقد إن هو يبقى بطل؟ أتلا I think street cleaner، عمال النظافة في الشوارع are also important، مهمين.
هتلاقي حاجة تلاقيها بيكوز، طالما عندي بيكوز أو تو قلنا بنحط واي، يبقى واي لهم مهمين. هتلاقي بيكوز they help to keep our cities clean، يخلي مدينتنا نظيفة. So what should we do for them؟ نعمل لهم إيه؟ أنت بقى من خلال فكرك أنت ممكن تفكر نعمل إيه للناس الجميلة اللي بتخلي البيئة نظيفة دي. ممكن أول حاجة we should، أول حاجة طبعا respect them، إن إحنا نحترمهم، ده أول حاجة، يعني أوان الاحترام. ممكن برضو نكافئهم، يبقى we should reward them، we should reward يعني يكافئ them، يبقى إحنا حتين المفروض نعملها لهم، إن إحنا we should respect them and we should reward them. سؤال بعد كده choose the correct answer from A, B, C or D. I dream of، أنا بحلم بـ visiting Hawaii. هاواي ديت جزيرة هاواي، تاور برج ولا شيب سفينة ولا island جزيرة ولا building؟ لا طبعا جزيرة هاواي اللي هو هاواي island. There was a not emergency، في حالة طوارئ صحية and many people، وناس كتير جدا we're in hospitals، في المستشفيات. يبقى there was a healthy emergency، يبقى حالة طوارئ صحية. Page 173. Teachers, doctors, nurses and other jobs، كل الوظائف ديت are useful for our، مفيدة لإيه؟ society، للمجتمع بتاعنا، club، النادي بتاعنا، gallery ديت اللي هي معرض لعرض بعض الصور، ميوزيوم، متحف، طبعا هي مفيده لاور سوسايتي، للايه؟ للمجتمع. طارق نقط بيتر افتر تو ويكس ان هوسبيتال، هو كان في المستشفى وتحسن. يتحسن هنا معناها جيت بيتر، هنا في الماضي يبقى جوت بيتر. مام ديد نقط ورك، طبعا الام بتعمل هيرويك ورك، سو اي ام براود اوف هير، عشان كده اي ام سو براود، فخور جدا بيها، يبقى heroic work، عمل بطولي. I think، أعتقد إن نقط collectors، جامعي إيه كان be heroes، هم المفروض يبقوا أبطال. جامع الكمامة طبعاً، I think money collector ولا games ولا rubbish، كل طبعاً هم rubbish collector، لما جامع الكمامة كان be heroes يبقى أبطال. Last week، جملة في زمن الماضي، there was a big fire، كان في حرق كبير، but the brave mean اللي stopped it، مين اللي بيستوب الحرائق؟ طبعاً firefighters. My grandfather not football when he was young، دي حاجة في الماضي، ابتدى أن يلعب كرة في الماضي، يبقى used to playing، طبعا used to بيجي فعل في المصدر، used to play تنفع لأنها بجاي فعل في المصدر، uses to play طبعا ما تنفعش عشان لازم used to في الماضي، used to playing طبعا غلط لأن الصح بتاعها used to، الفعل بعدها فين؟ في المصدر. did علي، طالما عندي did، سؤال في did في زمن الماضي وعندك كلمة yesterday، يبقى احط الجملة أو السؤال او الفعل في الايه؟ في المصدر. يبقى دي عالي جو تو ذا سيك. ار يو تولر، تولر معروف ان هي بتيجي معاها تولر ذان. احمد سكورز 3 جولز ان ذا ماتش يسترداي، بالامس. بالامس يبقى جمله في زمن الماضي، يبقى سكورد. سالوا نوت يوزد تو ووك انا but now، الآن she does، يبقى دي كانت في الماضي، يبقى سلوى عزن فيها تبقى didn't والمصدر used to. did سالي، قلنا لما يبقى سؤال في زمن الماضي البسيط باستخدام did أحط الفعل في زمن المصدر، يبقى used to. where did محمود، طبعا دي سؤال برضو زمن الماضي، عندي did يبقى do does did أحط الفعل في المصدر، يبقى found تبقى find. رابش كولكتور، هذا تكتب باراجراف على رابش كولكتور، لازم ياخدوا حقهم ونكتب باراجراف كويس عليهم وكلمات جميلة عليهم، لازم respect them and reward them. بعد كده معانا الاختبار الشامل على الوحدة التالتة، طبعا ده تيست شامل on unit 3، بيبقى الامتحان زيه بالظبط، يعني امتحان اخر السنة او نص السنة، بيبقى زي نفس مواصفات الامتحان الموجودة معايا دلوقتي. السؤال الاول بيبقى listening، يقول لك listen and choose the correct answer from A, B, C or D. طبعا انا قلت لك قبل ما تحل سؤال الاستماع اقرأه كويس، اقرأ الاسئلة الاول قبل ما المدرس يجي لك بالاستماع، يعني قبل التيتشر ما يجي لك بورقة الاستماع اللي هيملاها لك، لازم تقرأه كويس، اقرأه
عندك علم له. يعني what did Miss كريمة؟ يبقى أنا عندي واحدة اسمها Miss كريم. Used to do when she was young. عندما كانت صغيرة كانت بتعمل إيه؟ Study very hard. بتذاكر. To play tennis. بتلعب تنس. To go shopping. بتتسوق. To drive a car. الله أعلم لما نستمع نعرف. بس تبقى عارف إن في Miss كريمة وكانت معتادة على حاجة معينة هتسمعها تعرف. What's Miss كريمة's job؟ كانت وظيفتها إيه بقى دلوقتي؟ هل هي teacher؟ هي nurse؟ هي دكتور؟ هي engineer؟ أنا أعرفها برضو مستمع. Where did she work؟ بتشتغل فين؟ طبعا لو بتشتغل في teacher تبقى school، تشتغل nurse تبقى hospital، دكتور يبقى برضو hospital، engineer يبقى مثلا in a workshop. Why did she used to work when she was young؟ ليه اشتغلت بجد عشان تبقى ايام كانت صغيرة؟ طبعا اكيد عشان تدفع من اجل الدراسة بتاعتها، عشان تدفع pay for her parents لبابا ومامتها، ولا to pay for her sisters، ولا to pay for her brother، ولا to pay for sister اخوها ولا اختها. طبعا ده كله هنعرفه من ايه؟ من الاستماع. يبقى انت كده عندك فكرة وعندك علم على الاسئلة. لما تسمع الاستماع بقى تبقى عارف وبقول ايه. يبقى Miss كريمة is a nurse. يبقى انا عرفنا اول حاجة. يبقى Miss كريمة what's Miss كريمة's job؟ يبقى is ايه؟ a nurse. She looks after patients in a hospital. بتعتني بالمرضى في المستشفى. يبقى هي تشتغل في المستشفى. هي نيرس. يبقى تشتغل فين؟ In a hospital. She used to study very hard and work. يبقى كان شغلتها ايه؟ To study very hard. يبقى أول حاجة she used to study very hard. And work كان بتعمل. طب ليه بقى؟ هنا يبقى الإجابة السؤال الأخير. عشان تدفع لباباها ومامتها ولا لإخواتها ولا عشان الدراسة. يبقى she studies very hard and work to pay for her studies. عشان تدفع لدراستها. تمام كده. يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ السؤال الأول اللي هو سؤال الاستماع. بعد كده معانا سؤال الديالوج. سؤال الديالوج complete the following dialogue. هدى asks سامي او سامية about her grandfather's job. What's your grandfather's job؟ باباك جدك بيشتغل ايه؟ طبعا انا ما اعرفش بيشتغل ايه. اكمل الجمله. سالت سؤال ليه وركس ان تشاريتي. شغال في ايه؟ في جمعيه خيريه. وات داز هي دو ذير. بيعمل هناك؟ لا حاجه. سالت سؤال نو هي وركس فور نو ماني. يبقى هل بيشتغل بفلوس؟ لا لا بيشتغل. هل دو يو مين هل تعني ذات هي از ا فولنتير يعني متطوع؟ لا حاجه. اي ام فيري براود اوف هيم. طيب نحل بقى. What's your grandfather's job؟ طالما شغال في جمعية خيرية في حاجة زي كده يبقى احنا نقول مثلا لما موجود عندنا برضو في الوحدة ان هو is a doctor وشغال in a charity. يبقى what's your grandfather's job؟ يبقى he's a doctor. He's a doctor. سألت سؤال he works in a charity في جمعية خيرية. يبقى نقول where. يبقى where does he work؟ أين يعمل؟ قالك he works in a charity في جمعية خيرية. طب what does he do there؟ بيعمل هناك. الدكتور ده لما بيشتغل في 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 مستشفى خيري أو جمعية خيرية يبقى بيعمل هناك. بيساعد طبعا الناس المرضى. يبقى what does he؟ يبقى he في زمن مضارع بسيط. يبقى he helps sick people. بيساعد الإيه؟ المرضى. سألت سؤال أكاه نو هي وركس فور نو ماني. ما فيش فلوس خالص. يبقى هل هو يعمل بنقود؟ يبقى طبعا في المضارع البسيط يبقى داز هي. سؤال في المصدر ورك فور ا لوت اوف ماني. هل هو بيعمل بنقود كثيرة؟ قالت نو هي وركس فور نو ماني. سألت سؤال do you mean that he is a volunteer؟ هل هو متطوع؟ طبعا yes. طبعا تقول yes I do. لأنه بيقول لك هل أنت تعني أن هو volunteer؟ يبقى yes I do. أما نعم أنا أعني ذلك. القطعة we should all proud of Dr. مجدي يعقوب. لازم نكون فخورين بدكتور مجدي يعقوب. He was born in 1935 in بلبيس. في بلبيس شرقي. But his family used to travel many places because his father was. يبقى كانوا بينتقلوا من أماكن كثيرة because his father was an important doctor. مجدي also لو عم بيقصوا مجدي يعقوب
became a doctor أصبح طبيبا before he طبعا he stopped يبقى هي عايدة على دكتور مجدي يعقوب before he stopped working in 2001 he worked in a special hospital عمل في مستشفى خاص in London في لندن at this hospital في هذه المستشفى دكتور مجدي helped to give people new hearts ساعدهم ان هم يحصلوا على قلوب جديده for the first time يعني كانت اول مره في الدنيا او في العالم ان حد يغير قلب before the 1980s يعني في العقد بتاع 1980 people with heart problems often used to die كان دايما الناس اللي عندهم مشاكل في القلب دول تعتدنا ان هم يموتوا ولكن in 2009 دكتور مجدي يعقوب استرتد شرطي عمل جمعية for ill children للأطفال المرضى in أسوان في أسوان very ill children didn't used to live long lives طبعا كان الأطفال اللي عندهم أمراض في القلب ما تعاوليش إنهم يعيشوا فترة طويلة but many ill children كثير من الأطفال المرضى can now live healthy lives يعتبر إنهم يعيشوا حياة صحية الآن Question number one. Why do you think Dr. مجدي يعقوب started a charity for ill children? ليه عمل charity for ill children? عندنا هنا موجودة. هنقول to help ill children to live عشان يعيشوا healthy life يعيشوا حياة صحية سعيدة so number two why did دكتور مجدي يعقوب's family used to travel to many places ليه اعتادت عائلة دكتور مجدي يعقوب ان هي تسافر كثيرا من اماكن مختلفة طبعا because his father لان باباه was an important doctor كان دكتور مهم عشان كده كانوا ايه بيسافروا كتير give a suitable title for his passage انا عاوز لو عايز اكتب تايتل عنوان للقطعه القطعه كلها بتتكلم عن دكتور مجدي يعقوب يبقى هقول دكتور مجدي يعقوب and his life دكتور مجدي يعقوب and his life وحياته choose the correct answer from A, B, C or D the underlined brown he طبعا احنا قلنا عايدة واحنا فوق he stopped working عايدة على دكتور مجدي يعقوب the underlined word special يعني خاصة معناها usual يعني عادية very big كبيرة not usual غير عادية very old قديمة طبعا not usual يعني غير عادية The birthplace of Dr. مجدي is مكان الميلاد بتاع دكتور مجدي كان أسوان ولا كايرو ولا لندن ولا بلبيس طبعا بلبيس محافظة الشرقية ودي موجودة في القطاع السؤال اللي بعد كده choose the correct answer ايه هو is someone who works for no money بالمجان يبقى طبعا volunteer اللي هو المتطوع مش الانجينير بيقبض تيشر بيقبض patient المريض ده لكم في عونه أما اللي بقى بيشتغل بالمجان اللي هو فولنتير المتطوع We are not of being Egyptian أنا فخورين بكوننا مصريون أو بكوننا مصريين ويبقى We are proud of يعني فخور بي مين هم نقط which is made of gold مصنوعة من الذهب and silver والفضة وإز فيري اكسبنسيف وغالية جدا طبعا احنا عارفينها الامرجنسي ولا ماني فلوس ولا تشاريتي ولا جولري طبعا جولري مصنوعة فروم جولد اند سيلفر وديت فيري اكسبنسيف غالية الثمن ذا هارت القلب نقط بلاد اراوند ذا بادي طبعا القلب بيضخ الدم حول الجسم بامبس يضخ بريس يتنفس انفكتس يعدي كتس يقطع هي بامبس بلاد اراوند ذا بادي 180 do you know that what I not like I am sorry I don't understand يبقى انت تعرف انا اعني ايه ماذا اعني I don't understand يبقى انا do you know what I mean agree اتفق mine
ملكي ولا مين مين أساسي ولا مين يعني what I mean. فاير فايترز اللي هم رجال المطافي أو فاير فايترز جوب وظيفة رجال المطافي is طبعا صعبة. People lives from the dangers of fires. طبعا بتحمي أو يبقى save يحمي ولا steal يسرق. Remember تذكر continue طبعا save people's lives بتحمي حياة البشر. Do you know that between no and no؟ هل تعرف الفرق بين no يعرف وno لا؟ number ولا difference اختلاف ولا idea فكرة ولا education. Do you know the difference between؟ علي didn't طبعا بعد didn't النافي didn't بحط الفعل في المصدر بعد didn't use to swim. Did he used to بعد used to قلنا الفعل في المصدر يبقى drive. عندك drive وعندك driven بس participle وعندك drove الباص ودرايفنج الانجي. where not you used to طبعا you used to يبقى دي حاجه في الماضي when you were young عندما كنت صغيرا وعندك used to فعل في المصدر وحط did. قلنا لو عندي فعل في المصدر احط did. عندي اسم احط where أو فعل في الانجي. I not go to primary school for 6 years. أنا رحت المدرسة الابتدائي وأنا عمري 6 سنين في الماضي يبقى هنا I go ماضي go went. Why did Miss كريمة محمود طبعا هنا سؤال في زمن الماضي why did أحول فعل المصدر يبقى used to. Use to. سميرة موسى is born in 1917 طبعا ديت في الزمن الماضي يبقى is تبقى was. Where your parents live when they were young عندما كانوا صغيرين السن طبعا تبقى في الزمن الماضي يبقى did. بعد كده الدكتور عايزك تكتب باراجراف على دكتور مجدي يعقوب. دكتور مجدي يعقوب انسان جميل لازم نكتب عنه برضو كلام جميل يستاهله وهو طبعا وبرضو should respect him and reward him حتى لو بالكلمات كلمات الشكر. ده موجود في الكتاب من ورا تقدر تكتبه وتكتبه لي في التعليقات. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.